السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا بكم وحلقة جديدة والموضوع كبير. علمونا زمان إن الأخت مهما كبرت ولا صغرت، سكنت بعيد سكنت قريب، برضو هي قلب أخوها. الأخت حتة منك، نسخة من أمك، ممكن جزء من أبوك ماشي، لكن في النهاية هي حتة منك. حتى لو كانت هي الكبيرة برضو أنت بتمثل لها السند، بتمثل لها الأب والأم والعيلة كلها. علمونا زمان إن الأخت بتحتاج أخوها في كل وقت، بتحتاجه في الأوقات السهلة والأوقات الصعبة، في الأفراح وفي الأحزان. علمونا إنها بتتشرف، وتتشرف قوي كمان، بزيارة أخوها ليها، بتتشرف بسمعة أخوها، بتتشرف بنجاحات أخوها. أخوها بالنسبة لها حاجة كبيرة قوي، ولازم هي كمان تكون حاجة كبيرة قوي بالنسبة له، حاجة مهمة ما تقلش عن مسؤوليته تجاه ولاده وبناته. ليه؟ لأن البنت مخلوق زي المرأة عموما، مخلوق ضعيف. ما بنقولش هنا في الضعف إن هو ضعيف يعني حاجة وحشة، بالعكس، ضعف جميل. الضعف الجميل ده بيحتاج قوة جميلة من الأخ قبل أي حاجة في الدنيا. نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني ونشوف إيه حكاية قلب أخوة. إيه أكتر حاجة بتضايقك من أخوك؟ بياخد التويز بتاعتي وبياخد التوي عشان وانا بروح اقول لمامي، ولما مامي تقول لي روحي حطي دي تحت، انا اروح اقول لها، وعلي تاني يوم يروح واخدها. هو بيلعب في التليفون بتاعي وكل شويه ياخده وياخده على اليوتيوب. طبعا يحترمني، يسمع كلامي، يبطل يعصبني وينرفزني، خليني اطلع عن شعوري كده واطلع عن قبضه عليه. يبطل يلعب في حاجتي، يعني انا ما اصحاش من النوم، ليه اصحى من النوم الاقيه بيمسك صباع الروش بتاعي بيرسم بيه على الحيطه؟ ليه عملت لك انا ايه يعني؟ في ايه تاني؟ هو بيعمل بصراحه بيعمل كل حاجه، يعني يبطل يبقى الروتر بتاع البيت، يعني البيت ممكن يولع في ثواني بسبب بس ان هو بيوصل كلام غلط وكلام اي كلام. والله هو طول مسك موبايل ومطنشني ومش بيضاع معايا او يكلمني. الحاجة اللي بتزعني من اخويا اني انا باخد منه الشرابات والبرفيوم بتاعه، ان هو يمنعه مني بقى، يعني حتى بعد ما اتجوز باخد منه الشرابات والبرفيوم بتاعه بيمنعه مني، يعني بيرفض ان انا اخدهم. مثلا اخد سويتشيرت جاكيت من عنده هو بيمنع، دي حاجات بتضايقني انا شخصيا من اخويا الكبير. اقول له مثلا يلا نخرج فيطنشني ويخرج مع اصحابه، ما يقعدش معايا ولا نهزر في البيت يعني كده. عايز اوصيك باختك خمس وصايا. اول وصيه صاحبها، خليك قريب منها، خليها تحب قعدتكم سوا، اتكلم معاها في اي حاجه وكل حاجه، خليها تحس بوجودك في حياتها، لازم يكون ليك دور في حياتها. توحشها لو خرجت شويه ولا سافرت، اوعى تعيش لنفسك وبس، اسمعها، اديها فرصه تحكي لك، افهمها كده واصبر عليها، ما تقفش في كل حاجه، ما تنحش. خلي بينك وبينها حاجات خاصه، اسرار وتفاصيل. لو الاخوات ما عرفوش تفاصيل بعض، امال مين اللي هيعرف؟ طيب احترم خصوصيتها وما تعيش دور ضابط المباحث عليها يا رخي. وخلي بالك حاجه البنات بتبقى غاليه عليهم قوي ايا كان ايه هي، ولو يوم حسيت انها غلط في اي حاجه احتويها، اقعد معاها واحده واحده كده وبالراحه، وفهمها الصح من الغلط، خليها تطمن، خليها تحس ان انت سند ليها مش جاي تحاسبها وبس. ساعدها في البيت، ما تعيش دور السيد من دلوقتي وأوامر طول النهار، وتعالي وروحي وهاتي كوباية الشاي واعملي لي مش عارف ايه، واعملي لي ايه، واعملي لي ايه، ما تطلعش معاش من دلوقتي يا جد. اخر حاجة بقى، فسحها، عودها انها تخرج معاك، تتفشخر بيك كده وتتمنظر بيك، وهديها، هديها بأي حاجة، كل شوية كده في خروجة كده وهي في البيت هتلاقي حاجة حلوة هي بتحبها، هديها باستمرار بسبب ومن غير سبب. ودي لكل الستات بقى، ما تتجوز بعد كده مع عمك مع اي حد، الهدية مفتاح اي ست يا معلم.
ازاي الاخ ممكن يسعد اخته؟ اكتر حاجة بحبها في اخواتي الولاد او الرجالة ان احنا قريبين من بعض جدا، مترابطين نفسيا وعاطفيا. انا اخويا الولد توأمي، يمكن انا ببص لعلاقة الاخ باخته او الاخت باخوها من منظور مختلف شوية، ان انا دايما بشوف الاخت هي رمانة الميزان في البيت. يعني علاقة الاخ باخته متوقفة على هي بتعامله ازاي. الاخ الصغير دايما هتلاقي الاخت بتتعامل معاه من منطلق ان هي ام تانية، ام بديلة. الاخ الاكبر دايما بتتعامل معاه على ان هو اب تاني، هي بنته، هي صاحبته، هي اخته. فدايما بتلاقي موضع الاخت من الاخوات ومكانها في العيلة هو اللي بيتحكم في شكل العلاقة بين الاخت واخوها. اكتر حاجة هتبسطني ان انا اشوف اخويا ويجي ونقعد نهزر ونضحك، خصوصا ان انا بنت وحيدة على ولدين. ومن اكتر حاجة بتسعدني ان انا نتلم كلنا ونتجمع واشوف ولاد ونهزر ونضحك زي ما كنا بنعمل زمان. يمكن الفترة الاخيرة مش بنشوف بعض كتير، بس انا هبسط جدا لو شفته تاني الفترة دي. ازيكم؟ انا ضده، ما عنديش اخوات، لكن انا اتمنى ان انا يكون عندي اخ ولد عشان هو يعمل لي كل اللي انا عايزاه. لو حد مزعلني اقول له، هو طبعا هيتصرف عشان يشمل على ماما شوية. ولو انا ايه مش عارف احل حاجة في الواجب، هقوله هو اكيد هيساعدني برضه عشان اشيل على ماما شوية، هو ماما وبابا. وطبعا لو هو كمان مش عارف يعمل اي حاجة لوحده، كنت هساعده اي اصحابي، علشان دايما لو اخونا دايما قال لنا ساعدونا كنا احنا هنساعده، مش هنقوله لا هو برضه اخونا. عايز تسعد اختك؟ تفرحها وتحسسها ان مش معنى ان هي اتجوزت وخرجت بره بيت ابوها ان هي خلاص اتنست. عايز تحسسها ان ليها سند وظهر. انا هقول لك تعمل ايه. محتاج تهتم بثلاث حاجات في حياتها، وجوه كل حاجه منهم ثلاث حاجات تانيين، يعني ثلاثه في ثلاثه. اول حاجه زيارتها، ومهما وصفت لك ولا حكيت لك مش ممكن هتتخيل اختك بتبقى فرحانه قد ايه وانت داخل عليها مهما وصفت لك. بس الزياره لازم تكون زياره صح، وعشان الزياره تكون صح لازم تعمل ثلاث حاجات. اول حاجه الوقت المناسب. ازاي اختار الوقت المناسب اللي ينفع ان ازور فيه اختي؟ الوقت اللي يكون البيت مستعد لاستقبالك فيه. خلي زيارتك ليها مليانه بالكلام الحلو، قول لها الكلمه اللي تفرحها وتسعدها، وخليها تفضفض وتاخد راحتها وتحكي لك على كل حاجه. خلي زيارتك ليها يوم هنا، يوم فرح، يوم عيد. واخر حاجه في الزياره بقى انك ما تدخلش عليها وايدك فاضيه، هديها باي حاجه، اي حاجه تفرحها. تاني حاجه ولاد اختك، ولاد الغاليه، اسألها عنهم، اسأل عن تفاصيلهم وحياتهم، بيعملوا ايه، بيعملوا ايه صح وبيعملوا ايه غلط. ما تستناش لما هي تحكي لك، ما تحسسهاش ان هي تقيلة عليك. صاحبهم وقرب منهم، خلي بينك وبينهم حاجات خاصة وأسرار وتفاصيل. ارغي معاهم، خد واحد فيهم مشوار، اتفسح مع واحدة منهم. المهم ان الولاد يحسوا ان خالهم موجود في حياتهم، مؤثر فيها. وآخر حاجة بقى في ولاد اختك، انك تقربهم من ولادك. اعمل لهم حاجات كده تقربهم من بعض، خروجة، تجمع في مكان، تجمع في بيت عيلة، اعمل اي حاجة تقربهم من بعض، اتكلم عنهم كويس. المهم ان ولادك وولاد اختك يبقوا مع بعض حاجة واحدة. وتالت حاجة بقى جوز اختك، جوز الغالية اللي انت اديته اغلى حاجة عندك. اقف في صفه على قد ما تقدر، وبالذات وقت الخلافات. احيانا لما توقف مع جوز اختك بتبقى في الواقع وفي الحقيقة واقف معاها هي. طنش، تغافل، فوت، كبر دماغك، بلاش حضرة الناظر جواك. ما تتعاملش معاه لان انت قاعد بترصد له كل اخطائه، تنتقد في كل حاجة، ما ينفعش. واخر حاجة بقى اوعى تلغيه، اوعى تقوم بدور الاب. صحيح الخال والد، لكن والد بمواصفات معينة، بحدود، حدود ما تحسسوش انك بتلغيه. هو اب ويحكم في بيته، ما ينفعش ان انت تتدخل لدرجة ان انت تحسسه ان هو مش موجود، والاسم ان انت بتساعد. لا، حتى المساعدة ليها ضوابط. خلي بالك من اختك، خليك سندها، فرحها، خليك مصدر السعادة في حياتها. اختك يا جدع. دايم هي معاي وما حد معي دايم، هاي رويحة امي. اختك هي صورة امك حتى لو ما تشبهش. احساس قلبي في غلاها ما يخيب.
عشان كده زيارتك لأختك دايما عيد. هي الكبيرة بقى ولا هي الصغيرة هتفضل تستنى زيارتك وتتشرف بيها حتى لو عمرها 100 سنة. حتى الجروح بقربها تبرى وتضيع، لأنها مش بس زيارة لأختك، دي بر لأبوك وأمك. اقعد اتكلم معاها وخليها تفضفض، خليك سفنجة أختك. قول لها تعالي يا بت ما نجيب في سيرة الناس، بس اوعى تجيبوا سيرة الناس بجد. طبطب عليها وحسسها ان ليها ظهر تتسند عليه. اوعى تخسر جوز اختك، خليك دايما قريب منه، وخلي كمان مراتك تكون قريبه من اختك. قوم روح لاختك ما تضيعش وقت، وخليها سنه تعملها دايما، وعلمها لأولادك وعلمهم يعلموها لأولادهم إن الأخت دايما محتاجة السند، وإن الأخت ما عندهاش أغلى من سند أخوها، دي قلب أخوها. اهلا وسهلا بيكم. والموضوع كبير، بعد ما شفنا التقرير وشفنا الكلام ده يا جماعه، لسه حد بيفكر وزعلان مع اخته ومش عايز يكلمها؟ في حد لسه زعلان من اخته؟ في حد لسه شايف انه طبيعي انه يقعد سنين او شهور او حتى ايام مقاطع اخته مثلا وما بيزورهاش؟ في حد بيقول لسه لحد دلوقتي لا ده أنا صح وأنا بعاقبها، أنا بعلمها، أنا بربيها، أنا الكبير لازم تسمعني، أنا الصغير وما كانتش بتتعامل معايا كويس فأنا باخد حقي دلوقتي؟ حد لسه بيفكر بالشكل ده؟ أختك حتة منك. في راجل طيب كده كان بيعمل حاجة حلوة قوي، كان كل يوم وهو مروح من شغله في طريق بيته بيعدي على بيت أخته، فكان يعدي ويقعد معاها هما الاتنين بس، ولادها مش موجودين وهو لوحده، ويقعد يتكلم معاها ويحكي معاها ويسمعها. وركز قوي مع كلمة يسمعها، يعني سيبها تتكلم براحتها خالص، تاخد وقتها وتنبسط كده وتحكي، تحكي كل حاجة الحلو والوحش. هو كان شغلته معاها ان هو يعمل ايه؟ يسمع وبعدين طب وحصل ايه بعد كده؟ طب عشان يديها انتباهه يعني، وبعدين الحاجه اللي ممكن تتحل يقول لها رايه في الحل ايه؟ والحاجه اللي ما عندوش ليها حل يطبطب عليها يقول لها معلش يا حبيبتي اصبري ان شاء الله هيبقى خير. المهم انه كان بيحاول يطمنها بكل الاشكال. أهم حاجة إنه يخرج من عندها والدنيا بالنسبة لها أهدى وأحسن. طيب وإيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل إن ولاده عملوا نفس اللي حصل منه بالضبط، مش بس مع أختهم البنت، لأ ده مع عمتهم كمان. يعني نفس الأخت دي اللي كان هو كأخ بيعدي عليها سنين وسنين يقعد يتكلم معاها، ده ولاده كمان بالتبعية كده، إما بالتوجيه بقى مباشر منه أو ببركة اللي هو عمله، بقى هم كمان يعملوا نفس الحاجة، يروحوا لأختهم ويقعدوا معاها ويزوروها بنفس الطريقة. ومش بس كده، ده كمان عمتهم دي بقوا يعدوا عليها ويزوروها ويقعدوا معاها زي ما كان أبوهم بيعمل بالظبط. دي حاجة بتتزرع في الأبناء، لازم كل أب وكل أم يعرفوا أولادهم ويعلموهم يعني إيه أنت تكون أخ، ويعني إيه تكون سند، ويعني إيه أختك محتاجالك، ويعني إيه أختك ما تستناش عليها لما تطلب منك مساعدتك أو تطلب منك
انك الحقني حل لي مشاكلي او انا عندي مشكله في كذا او انا زعلانه من كذا. لا، من غير ما تطلب. اختك لازم تبقى قاعده وهي بالذات بعد الجواز قاعده في بيت جوزها كده وهي معززه مكرمه ومش حاسه انها لوحدها. جوزها يقدم الدعم ويكون معاها ان شاء الله خير وراجل كويس وكل حاجه، مش معناه ان يكون زوج الاخت حد مش كويس، لكن سواء كويس ولا مش كويس ايا كانت تصرفاته، الست بتعاني ولا ما بتعانيش، عندها مشاكل ولا لا، متيسره ماديا او لا، لازم انت كاخ تقوم بدورك، ودورك هو السند. وما فيش حد يقول لي والله اصل انا اختي لما بتقابلنيش كويس او جوزها ما بيعاملنيش كويس. لا، لو جوزها ما بيعاملكش كويس نرجع بقى ليه في مشكله، هو احنا تعدينا في حاجه؟ لان احنا احيانا بنروح نساعد وللاسف بدل ما بنساعد بنضر. ازاي؟ زي ما كنا بنقول من شويه ان انا اتدخل في البيت لدرجه تخلي جوز اختي لا يكش مني، بقى انت كده انت جاي تلغيني. فده مهم جدا يا جماعه، لازم ننتبه جدا لطريقه الدخول وتوقيتها والاسلوب اللي بنتعامل بيه في بيت الاخت. ناخد اتصال. الو، طيب يبدو الاتصال فصل. طيب نكمل كلامنا. وانت بتتدخل في بيت اختك وانت بتزورها وانت بتتدخل في اي مشكله لازم تكون حذر، لازم تتعامل مع ان في بيت وله قائد ولازم تحترم القائد ده. طيب المشكله مش في جوز اختي، ده جوز اختي كويس جدا ومفيش حاجه، المشكله فيها هي ما بتعاملنيش كويس، ده هي متفكر ان انا مثلا عايز منها حاجه، ده هي ما بتقدرش تعمل معاها، ده هي الصغيره وعملت عشانها كتير وبرده مفيش فايده. انا بصراحه الكلام ده ما بعرفش اسمعه، ما بعرفش اسمع غير حاجه واحده بس اللي اهلي ربوني عليه، اللي هو ان اختك محتاجك، انت سند لاختك. افتكر الكلمتين دول كويس قوي، وقوم النهارده كده لو مقاطعها ولا زعلان منها كلمها وروح لها. قلب اخوها. شكرا ليكم، ونتقابل على خير ان شاء الله وحلقه جديده والموضوع كبير.